الإصابة في آخر بعض المباريات مع ليفربول، لكن كان موسم بامتياز. إضافة ريتشاردسون مع إيفرتون كذلك كان متميز. نتكلم على ثلاثي هجوم على المستوى عالي في الواحد ضد واحد في صنع المساحات. فيرمينو من أهم اللاعبين خاصة في عملية صنع المساحات القادمة من الخلف. لما نتكلم على كوتين ونتكلم كذلك على صعود داني ألفيس على فيليب لويس، أرى البرازيل الهدف الأول مهم تسجيله لكي يفتح المباراة ويكسب كذلك ثقة الجماهير. نعم، باختصار ماذا توقعك أنت عدنان؟ أتوقع برازيل، برازيل أتوقع تبدا المباراة بشكل ضاغط بهجوم ضاغط. أعتقد برازيل قادرة أن تحسم المباراة. إذا مشاهدي الكرام، نحن على قناة باكس 3 حيث سيتولى تعليق على المباراة الزميل عصام الشوالي، وعلى قناة ماكس 4 الماتش سنتر أو مركز المباريات يمكن أيضا متابعة تعليق للزميل جواد بودة، ويرافقه أيضا محللا في التعليق النجم الليبي نادر الطرهوني. إذن إلى الزملاء، إلى الشوط الأول بين البرازيل وبوليفيا في مباراة الافتتاح في مورومبي سان باولو، وأرجو لكم متابعة. شكرا للزميل أيمن. صباحكم كوب أمريكا على بين سبورتس أصدقائي المشاهدين. النسخة رقم 46 تنطلق في لحظات لأول مرة، حدث تاريخي من 1957. دييغو بيخارانو رقم 17، مارفين بيخارانو ثالث الفريق البرازيلي. فرصة الهدف الأول، الكرة في خطأ، كرة في خطأ وفي مباراة على النادي القطري. هو السبعة على هندوراس، أول كرة وأول فرصة، هو تدخل ينطلق الكرة، يمشي كوتينيو ويحط الكرة في الجدار في الدفاع، والثانية تمشي كرة ركنية ملعوبة الراسية الدفاع، والهدف الأول يضيع. الأهداف أراها لفريق الكانارينيو، وهي أحد كونيا. بدأ الضرب المنتخب البرازيلي، البرازيل يا سادة تتألق وتحصل على لقب كوبا أمريكا. تمشي كرة برازيلية وأوت، كرة داني ألفيش، صفر في كرة بوليفية في الدفاع. ترجع الكرة بشوطة تسديدة والحارس بوليفيا، ترجع الكرة وانطلاقة خطيرة وفرصة الهدف الأول والوحيد. خمسة دقائق لعب في الشوط الأول، تتواصل بضغط برازيلي، تتحاور الأقدام هنا الناس المانشافت. فريق ولا مرة حقق فوز في تاريخ مشاركات 125، حقق الدوري 21 مرة. هو العبس هو بطبيعة الحال بوليفيا. من الجانب التاريخ قدم، ما جابش اسماء كبيره، ما عندوش اسماء عالميه، اشهر اسماء هو طبعا كبير برازيلي. 10 دقائق لعب في الشوط الاول والهدف الاول يضيع مره اخرى. كره راسيه للحد انه ملك الكره بولي غادر المستديره ولم يحقق هذه البطوله. مشاركات الثنائي الشهير ارجنتين اوروغواي 2011، نرجع الكره في 2019، فرصه لهز الشباك ولكن تهديف للمرة الأولى في البطولة. هذا الكرة بالرأس خطيرة من الدفاع مرة أولى، عمل في 15-3-2 على الإكوادور، يعني تقريب لعب أكثر من 10 عام. الكرة تمشي في ليب لويس، يضرب كرة دفاع والبوليفيا ستار. سبتمبر الفوز على الأرجنتين 3-0، هناك كرة ممتازة الفيرش والدية يبقى بين 47-63. طبعا فيكتور أوغارت يسجل عليه، يمشي بالكرة داني ألفيش، ألفيش البداية الضاغطة من 47 جول فقط. هذه بعض الأرقام. ألفيش، ألفيش يوزع كرة، الدفاع يصد كرة خطيرة، ريتشارد ليسون المباراة رقم 30 في انتصارات مع السيريساو من جوان 2016 مدة تنتيجة، لكن غياب اللمسة الفنية يعود يضيعها بسرعة فريق البول. كرة للحارس بوراس خطيرة وخطأ والدفاع يتسد وذو مستوى باهت، خطا من الحارس. بطولة عادل فيها مع الارجنتين ايضا 1-1، هو خسر على ترجع الكرة طويلة وممتاز المحاولة في ثمانية كاس قارية ثم ستة القاب مع الكورنثيانس مناسب. 35 دقيقة لعب في الشوط الأول، ما زال التعادل قائم هنا في استفتاح في هذا الشوط الأول. يلعب على المباشرة، الكرة مفاجأة ومخادعة ولكن هو مرة محاولة تسديد يشوط كرة والحارس يتبادل ركنيه. كره من فيرنان، هذه الطريقه البرازيلي اذا ما تغيرهاش يبقى 500 سنه ما يسجلوش، ما تسجلش وما تكملش. لا لا لا، البرازيل على هذا التواضع في هذا محاوله. لا نحبها فرصه ولا نحبها شوطه ولا نحبها كوره، ولكن الكوره ما تحبش. كره تمشي ماركينيوس، ماركينيوس رجع كوره
للاعب البش برازيل. هاش الكرة كاسيميرو، يمشي كاسيميرو يلعب كرة خبرة، ممكن الخواتيم تجيب تغيير النتيجة عن طريق اللاعب ليريس. نتكلم لن استنتج لن أعلق، 70,000 في صافرات الاستعجال في استاد المورومبي هنا في ساو باولو تعطيك ردود الأفعال الأولية من الشعب، شعب الكرة في البرازيل على هذا الأداء السيء جدا والعجز التام للفريق البرازيلي قدام المنتخب البوليفي الذي تمكن دفاعيا من النجاح. المنتخب البوليفي لعب على امكانياته، برافو، النتيجه موجوده، ولكن هل يصمد في الشوط الثاني؟ الان نعود للزميل ايمن جدا ومباراه والشوط اول للنسيان. ايمن نيريس، نيريس ممتازه، نيريس اول مره السرعه وكره عكسيه، وطبعا فيرمينو. محاولة أخرى للفريق البرازيلي، سيرو، سافيدرا، كاسترو ومارتيز. هل هناك إعاقة في بداية الشوط الثاني؟ ضرب جزاء للمرة الثانية، يستعين الحكم الأرجنتيني بالفار أو بالأحرى الفار، يكلم نستور، نستور في البنالتي تردد فيها. آخر دورة شهدت خروج برازيلي من دعمتها في كأس العالم. الان توا حكم يحكي نستور، هذا يعني زعما من الكبارات هذا في التحكيم العالمي. دقيقة ونص، دقيقتين قبيل على ورقة صفراء، والان دقيقتين ثلاث دقائق على نقاش جانبي، ثم يمشي باش يشوف اللقطة. كرة تمشي من كوتينيو، كوتينيو هز الشباك، كوتينيو الهدف الأول، 1-0 للبرازيل، 1-0 رغم متابعة الحارس لابي بوراس. هات كرة في الشبكة والنتيجة أولى أهداف البطولة بطريقة ضربة جزاء تقريبا دقيقة 50 عن طريق فيليبي كوتينيو. هذا هو السيناريو الأمثل اللي ما عملوش الفريق البرازيلي في الشوط الأول، وهو الهدف المبكر. الآن لعبة أخرى، الآن بوليفيا ستغادر منطقة الخلفية، وأعتقد أنه مؤهل الفريق البرازيلي أنه ينتصر بالنتيجة المنتظرة الحقيقة بتاع 2-3 حسب التباين في المستوى. يمشي فيليبو كوتينيو ويحط كرة ممتازة جدا، الباس الكواليتي بتاع التمريرة، والثاني الهدف الثاني، الهدف الثاني يا برازيلي فيليبو كوتينيو لما دارت الكرة بسرعة وعلى أطراف الأروقة صنعت الفارق، الأجنحة طارت في أظهرة بوليفيا، والنتيجة هدف ملعوب وثنائية يتقدم بالسلسلة عن طريق كوتينيو. كوتينيو البرازيل يسجل هدف 16 مع السامبا، معادل الرقم جابرييل جيسوس اللي عنده 16 في هذا التشكيل المشارك في كوبا أمريكا 2019. كورة خشينة ممتازة دارت مليح ريتشارلسون اللي كان أفضل لاعبي هجوم البرازيل في الشوط الأول. دارسة كورة مرمى طويلة، فرصة الهدف الثاني في 37 ماتش بقيادته للكرة البرازيلية من شهر جوان اللاتينية للسامبا. الكرة تمشي من الفريق البوليفي، محاولة تعويض ولكن عاد الكرة ريتشارلسون، لعب الكرة ممتازة، 1-2-3 ثم خطأ. التغيير الاول في كوبا امريكا 2019، كوبا امريكا عام 75 في 16 نسخة، ثلاث مرات فقط عداوا دوري 73% الاستحواذ، والثالث قادم. كرة ضاعت، كرة مستوى هذا عارف باش تربح، حتى يعني تاكسيليري خمسة دقائق باش تجيب الربح، وهذا اللي صار. يعني ممكن الحقيقة ماتش سهل المجرب، يلعب مهاجمين اثنين، مشوار مازال طويل. الكوبا فيها ستة مباريات باش تحقق اللقب، قد اللاعب الفريق القوي والاقوى على ارضيه الملعب الحساب. يمشي بالكره جابرييل جيسوس وفرصه وركنيه، تاخذ كره الفريق البرازيلي. والجانب التكتيكي والجانب البدني للبرازيل تغير، هجوم ضد دفاع، هذا التواضع في المستوى اللي هي بجديه الخدمه. والكره عرضيه ممتازه والهدف الثاني كان قريب من كل شيء. كرة ممتازة المنتخب البرازيلي النار تقريبا راهي مسيطرة على الكرة. لا هي فما الموهبة هذه من ايفرتون، ايفرتون يعطي حلول ممتاز، ايفرتون ممتاز، شوت ايفرتون يا ولد عالمي، ايفرتون
يا ولد عالمي يا ايفرتون، انت لست ايفرتون، انت ليفر وارسنال والسيتي واليونايتد يا ايفرتون. 3-0 هدف البطولة لحد الآن، هدف المباراة الأولى، هدف الجولة الأولى، فنين ولا أروع، كورة عالمية ممتازة جدا عابرة للقارات من انجلترا البريمير ليج إلى ساو باولو في المورومبي، الهدف الثالث من الرائع ايفرتون، لاعب ممتاز جدا، شوف المهارة.